شعر المقدسة تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة موفدة الأخبار نعيمة عبد الله. نعيمة أهلا بك. إذن توافد الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وشهادة الوقفة الكبرى. لو تصفين لنا الأجواء هناك وخاصة فيما يتعلق بحجاجنا الميامين. نعم، اليوم عرفة الركن الأعظم من الحج، ومن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. بالنسبة إلى حاجزين الميامين استمعوا في هذا اليوم إلى فقهة عرفة وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم قاموا بأذكار وتلاوة للقرآن. وقبيل الغروب بنصف ساعة سيتولى المنشد الديني تأمين دعاء عرفات جماعيا، وسيتواصل إلى حين إعطاء إشارة الانطلاق في تفويج الحجاج نحو المزدلفة. وكما هو معلوم فإن الحجاج سيبيتون في المزدلفة، حيث سيجمعون الحجر الجمرات التي سيلقونها يوم عيد الأضحى وخلال أيام التشريق الثلاثة. ربما تستمعون الآن إلى أصوات الطائرات المروحية وهي تطوف في سماء عرفات، وهي من ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية. وقد عينا وجود أعداد مهمة أيضا من العناصر الأمنية في كل المرافق والطرقات المؤدية إلى المشاعر المقدسة. حنان، في الختام دائما أشير إلى حالة الطقس هنا في مكة المكرمة لأنها أيضا تبدو عاملا مهما بالنسبة إلى الحجاج في تيسير أداء المناسك. فدرجة الحرارة هنا في ميناء ومزدلفة وعرفات تتراوح بين 30 و44 درجة. نعم، مفادة الأخبار إلى المشاعر المقدسة نعيمة عبد الله، شكرا جزيلا لك.